طبعا جمعية الخالدية الشبابية من تأسيس الجمعية كان الهدف منها تكريم الجهود الشبابية أصحاب المواهب وأصحاب الإنجازات الموجودة في مملكة البحرين وخارج المملكة. طبعا أهداف الجمعية هي دعم وصقل مهارات الشباب، الاهتمام في الأمور الثقافية، الاهتمام في الأمور التعليمية، الاهتمام في الأمور الصحية. جمعية الخالدية الشبابية ولله الحمد الآن في هذه الجائحة عملت 3 مؤتمرات، المؤتمر التعليمي والمؤتمر الصحة والمؤتمر الاقتصادي على مستوى الوطن العربي، وهناك مشاركة كبيرة من دول عربية وحصلنا إشادات طبعا كثيرة. جمعية الخالدية الشبابية مفتوحة لجميع وطوائف شباب مملكة البحرين للاشتراك فيها، وإحنا طبعا في من هذا المنبر ندعو الشباب أنهم يشتركون معنا في الجمعية، وخاصة أصحاب المواهب، وذلك لتطوير العمل الجمعيات وعمل المؤسسات. طبعا الخطط المستقبلية الآن بنهتم في ملف الثورة الصناعية الرابعة، بتكون من ضمن اهتمامات الجمعية، لأن هذا الملف هو المستقبل القادم، وبإذن الله سوف نتسلح له وبنسلح فيه الشباب حتى يتمكنوا من مواكبة هذه الثورة.